محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل المولى جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا جميعا ووالدين من عتقائه من النار. أبشروا بالخير، أبشروا بالخير يا من قمتم هذه الليلة وغيرها من الليالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر. تقوم مع الإمام في صلاة التراويح نصف ساعة أو أقل أو أكثر حتى ينصرف الإمام، يكتب لك قيام ليلة. معنى ذلك كأنك صاف قدميك تصلي إلى الفجر، فهذه نعمة عظيمة من رب كريم. وأحسن الظن بالله يا إخواني الكرام، أحسن الظن بالله، فحسن الظن عبادة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي. فظنوا بالله الظن الطيب يا عباد الله. يقول الفضيل بن عياض أحد العلماء والسلف الأنقياء، قال: إني لأحسن الظن بالله، إني لأحسن الظن بالله أنه لن يدخلني النار، وإني لأحسن الظن بالله لو أدخلني النار أخرجني منها. هذا ظن الفضيل ابن عياض في رب كريم رحيم. ولكن مع حسن ظنه حسن عمل، فكان يسمى بعابد الحرمين، وكان من العلماء الأجلاء. هذه الأيام يا أخواني الكرام والأجواء الإيمانية، نرى كثيرا من الناس يقرؤون القرآن، وهذا شيء طيب ومفرح وحق لهم. فهذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين صلى الله عليه وسلم. فهو شهر القرآن، شهر المدارسة، شهر العلم وتدبر القرآن. ولكن أوصي نفسي وإخواني أننا إذا قرأنا القرآن يا إخواني الكرام نعمل بالقرآن حتى نجد الأثر ونجد البركة. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في الحال والمآل وأشد تثبيتا للإيمان في قلوبهم وللأعمال الصالحة على جوارحهم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، وفي رواية ويعمل به، كمثل الأترجة. الأترجة يا أخواني الكرام ثمرة طيبة معروفة، كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فإذا قرأ المؤمن وكذلك المؤمنة قرأوا القرآن وعملوا بالقرآن طابوا ظاهرا وباطنا. فإذا قرأنا قول الحق جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فيعمل المؤمن بهذه الآية حفظكم الله. فالله أمرنا بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، والتوبة من الذنب يا إخواني الكرام واجبة على الفور، سواء كان الذنب صغيرا أو كان كبيرا، فبادروا بالتوبة حفظكم الله، لا سيما في هذا الشهر شهر رمضان. هذه الأجواء الإيمانية، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين ومردة الجن مصفدة، أجواء معينة على الأعمال الصالحة ومنها التوبة. فإذا لم نتب يا إخواني في هذه الأيام متى نتوب؟ وإذا مر المؤمن يا إخواني الكرام على قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فيعمل بهذه الآية حفظكم الله ويكثر من ذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أو كما جاء. قال ابن القيم: لو لم يكن في الذكر فضيلة إلا هذه لكفى بها شرفا وفضلا. وإذا مررنا حفظكم الله بقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعرض المؤمن نفسه يا أخواني على هذه الآية، هل هو يعمل بها أو لا؟ إن كانه كاف لسانه عن أعراض المسلمين فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة الكبيرة، أنعم الله عليك أن تمسك لسانك فهذه نعمة، وإن كان البعيد ممن يغتاب المسلمين فقد وقع في المحرم بل وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ووالله إنها خسارة يا إخواني الكرام، خسارة يا رجال وكذلك يا نساء، أن يصوم الإنسان ويقوم الليل ويبكي خلف الإمام ويختم الختمات ويتصدق بالأموال وفي آخر المطاف تذهب حسنات لغيره، لماذا؟ لأنه اغتاب في مجلس، والغيبة اليوم انتشرت عندنا إلا ما رحم الله، حتى عند بعض الصالحين، وهذا والله شيء محزن، والغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما يكره، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرك أخاك بما يكره. فانتبهوا يا أخوان الكرام، نحن تحرزنا في نهار رمضان عن قطرة الأنف وعن المبالغة في الاستنشاق وعن بعض الأشياء الدقيقة، حتى بعضهم يسأل الشيخ وجزاه الله خير على حرصه، يا شيخ فعلت كذا هل يفطر ولا لا؟ يا شيخ، فكذلك تحرز يا عبد الله عن الغيبة التي هي من كبائر الذنوب. وكذلك إذا مررنا بقول الله جل وعلا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعرض المؤمن نفسه على هذه الآية يا أخوان الكرام، هل هو من الواصلين لأرحامهم أو القاطعين؟ إن كان واصل للرحم فليبشر بالخير بطول العمر، ويبشر بالبركة بالمال والزيادة والبركة فيه، وإن كان البعيد قاطع لرحمه فقد دخل في هذه الآية، وقاطع الرحم يا أخواني ملعون. من الذي لعنه؟ الله جل وعلا، الذي لعنه الله. فإذا ما رقت القلوب يا أخواني في هذه الأجواء الإيمانية وصفت النفوس في هذه الأيام والليالي، متى يا أخواني؟ نحن ندعو يا أخواني في رمضان، اللهم اعفو عنا، اللهم تجاوز عنا، ولا زال في قلوبنا على أرحامنا وعلى إخواننا فيها شيء وشحناء وبغضاء. يقول ابن القيم رحمه الله في نحو كلامه أن معاملة الله لعبده على حسب معاملة عبده لخلقه، فمن عفا عنهم عفا عنه، ومن رحمهم رحمه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن سترهم ستره، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه. فمن عامل الناس بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فاعفوا عن إخوانك يا عبد الله، لعل الله أن يعفو عنك. قبل أيام، قبل رمضان بأسبوعين، نحو أسبوعين أو أسبوع، قابلت رجل مغسل الأموات في الرياض، فتكلمت عن الشحناء والتهاجر، فلما جلست مع المغسل قال يا فلان، على طاري التهاجر، يوم من الأيام جت جنازة عندنا في المغسلة، فغسلنا تلك الجنازة، بعدما انتهينا منها جانا واحد شايب كبير سن، يقول بعكازته، وجلس يبكي بكاء شديدا ملفت للأنظار. وش الخبر يا أخواني؟ سلامات يا شايب، أحسن الله عزاك. قال لي تغسلون هذا أخوي، ولي 10 سنوات ما سلمت عليه. يا أخواني والله أنه مصيبة. اسمعوا ماذا يتمنى، واعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا لا يعتبر من البعيد الذي لا زال قاطع. قال يا ليت إن الله يحيي أخوي وأسلم عليه 5 دقائق ثم يموت. يا ليت هي حياة 5 دقائق أسلم عليه ثم يموت، ولكن انتهت الأماني. ختاما حفظكم الله، إذا مرت المرأة الصائمة القائمة بقول الحق جل وعلا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تعمل بهذه الآية المؤمنة حفظها الله. الله جل وعلا أمر نبيه أن يأمر جميع النساء، وبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن، ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، وهو ما يوضع فوق الثياب من الخمار أو الرداء أو نحوه. ماذا يفعل؟ يسترن وجوههن وصدورهن،
لماذا يا أخواني؟ قال الله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. علم أن في ذلك أذية إذا لم تتحجب المرأة، لأنها إذا لم تتحجب قد يظن فيها أنها غير عفيفة، أو يطمع فيها من في قلبه مرض، هكذا يقول العلماء. ولكن المرأة الموفقة المسددة اللي أعانها الله وتحجبت، فقد حجبت الفتنة عن نفسها وعن غيرها. واقتدي يا أمة الله بخديجة وعائشة وسودة رضي الله عنهن أجمعين. سودة رضي الله عنها حجت واعتمرت ومكثت في بيتها، قالوا: ألا تخرجين يا سودة؟ قالت: ماذا أريد؟ حججت واعتمرت، والله ما أخرج. تعمل بقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن، فما خرجت إلا بعد أن ماتت رضي الله عنها وحملوها إلى قبرها. فالله الله يا أمة الله، تحجبي حفظك الله، وتلبدي بحجابك وبقفازك. قال الإمام أحمد رحمه الله: ظفر المرأة عورة، ووالله إن جمال المرأة هو حجابها وعفافها وحياؤها، لا سيما أننا مقبلون على العيد، واليوم النساء يفصلن الملابس، فانتبهي يا أمة الله من الملابس الضيقة التي تبدي الجسم، أو الملابس القصيرة التي لا تستر ما يجب ستره من العورة، أو الملابس الشفافة التي لا تستر ما يجب ستره من العورة. واستعدي للقاء الله، فيوم من الأيام سوف تغطين بخمسة أثواب، فاستتري إذا غطيت، فأنت من المتحجبات المرضيات رب البريات. أسأل الله جل وعلا أن يوفق وإياكم لاستغلال ما تبقى من هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا وإياكم ووالدين من عتقائه من النار. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على طيب أدبكم وحسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا.